أثارت النجمة العالمية أريانا جراندي الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما انتشر فيديو مفاجئ لها هي وعم بتبوس بنت الأمر، يلي طرح عدة علامات استفهام حول ميول أريانا الجنسية مع أنها على علاقة بمغني الراب ماك ميلر. نذكر أنه أريانا أطالت بعد غيبة طويلة عن عدسات الكاميرات، فحضرت الأسبوع الماضي السهرة يلي نظمتها النجمة العالمية مادونا بعد حفل توزيع جوائز الأوسكار. وصلت أريانا برفقة حبيبة مغني الراب ماك ميلر متألقة بفستان قصير أسود بيتميز بالريش من توقيع إيف سان لوران، وبيوصل سعره لحوالي 12,000 دولار. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفان.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفان على يوتيوب، واتبسوا على الجرس ليصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن موجودة أسفل الفيديو.